البنات كي دايرين لاباس عليكم. فهاد الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. وصفه تاع الملوي كيجي رائع مرق وهشيش، وكذلك وصفه تاع المادلين كيجيو اقتصاديين زوينين بيضه وحده كيعجبوا وليداتنا. الى عجبكم هاد الفيديو نتمنى انكم تخليو لي جيم، تشاركوا معايا في القناه ديال ما كنتوش مشتركين، وتخليو لي تعليق. تبعوا معايا هذا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال هاد جوج وصفات. خليكم معايا. اذا البنات بالنسبه للمقادير ديال لي ماتلين، عندنا هنايا كاس غير مملوء ديال الحليب، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، بيضه، كاس ونص ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الخل، واحد ساشي تاع الفاني، واحد ديال الخميره حمراء، وعندي هنا في البول واحد القبيصه تاع الملح. طبعا هنا وجدت ليمون ديال المادلين لبستهم بالكويغطات تاع المادلين. اذا غادي ندوزو ان شاء الله على بركه الله نشوفوا الطريقه ديال التحضير. البنات بسم الله على بركه الله غادي نبداو. غادي ناخذ البيض، بسم الله ناخذ البيضه نضيفو عليها فانيليا، كذلك نضيفو نص كاس ديال سنيده ونخلطو بسم الله. هذا مادلين سريع خفيف، المكونات نتاعو سهلة يعني مفيش قوة المقادير، وكيبغيو الوليدات الصغار بطبيعة الحال. أحسن حاجة أنهم تاكلو الفطار يعني أحسن ملي كيتشرب المحلات. إذا نضيف نص كاس ديال الزيت، نخلطو مزيان، من بعد غادي نضيف كاس معمر ديال الحليب. بالنسبة للبيض ولا الحليب كيكونو بالدرجة ديال الحرارة ديال المطبخ، يعني منجبدوش مثل منستعملوهم بالعكس نخليوهم حتى ياخدو درجة الحرارة ديال المطبخ عاد نخدمو بيهم. غادي ناخدو واحد المعلقة صغيرة ديال الخل، بسم الله معلقة صغيرة، نخلطو مزيان. دابا نبدا كنضيف في الدقيق، الدقيق عندي راه منخول، بسم الله عندي هنا قياس نتاع كاس ونص. بطبيعة الحال الخليط نتاع لي مادلين كيجي تقيل ماشي بحال الخليط نتاع الكيك. غنضيف هاد الخميرة حمرا، نخلطو مزيان، نزيدو الدقيق، يعني غادي نستعمل هاد الكمية كاملة تاع كاس ونص، راه تخلط ليا مزيان، ونخلطو. نحاول نخلطو العناصر مزيان باش تنسجم لينا. بغا يستعمل الدراب الكهربائي استعملو، انا كنكتفي غير بهذا اليدوي. هانتوما هاد العناصر هاهي تخلطات ليا، اشوفو الخليط كيف كيجي تقيل، يعني ما خاصوش يكون خفيف بحال ديال الكيكة، بالعكس خاصو يكون تقيل. صافي الخليط نتاعي وجد، خليكم معايا. انا غادي ناخذ واحد الملعقه باش نبداو كنضغوا الخليط نتاعنا في الليمون ديال المادلين. بسم الله البنات هانتوما كتشوفوا الخليط كيتقيل، غادي نبداو كنوضعوه في الليمون، ما نعمروش الكويغطات كاملين، يعني ثلاثه ارباع ديال نتوما تقريبا كيهز لي هاد الكويغط ثلاثه ديال المعالق كبارين. بسم الله نحاولو نديرو المقادير متساويين،
كنديروا بهذه الطريقه. شوفوا كتشوفوا الخليط كيفاش ثقيل يعني ما كيهبطش بسهوله. هذا هو القوام اللي كيجي زوين في المادلين. هانتوما شوفوا القوام كيف ثقيل. نكملوا بهذه الطريقه. من هاد لا كونتيتي كدير لي تقريبا 12 يعني هادو هما غادي الكونتيتي اللي كتخرج لي هاد المقادير اللي عطيتكم ديال بيضه وحده كيخرجوا لي 12 حبه. 5 اللي بغا لي عندها شوكولاتة يعني قطع شوكولاتة اولا لي بيبيت نتاع لي شوكولا بغات ديرهم في الوسط كيجيو زوينين اولا بغات دير الكونفيتور. انا وليداتي كيجيبوهم هكا يعني سامبل مفيهم حتى شي حاجة. اولا اللي بغات دير الكونفيتور كونفيتي ديال المطبا ولا ديال المشماش هما كيجيو زوينين محشيين هكا. صافا البنات انا عمرت هاد الكونتيتي اللي كانت عندي عمرت ليا هاد الليمون ب 12 دابا غادي ندخلهم الفران اللي عندي سخون ندخلهم يطيبوا من بعد نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد لي مادلين. نتمنى انكم تجربوهم كيجيو زوينين ساهلين ومقادير كاينه كاينه في كل بيت يعني متوفره. بالنسبه للمقادير اللي كتدخلنا في العيله ديال مسمن عندنا هنا زلافه كبيره ديال الفينو زلافة صغيرة ديال الفورس يعني انا الممتاز الخاص بالحلويات عندي واحد القبيصة ديال التخميرة كيف ما كيبان لكم معلقة كبيرة ديال سنيدة ومعلقة صغيرة ديال الملح. غادي نعجنو هاد العجينة بالماء يكون ما يكونش سخون بزاف يعني دافي ونقلكوه مزيان ونخليوه يرتاح شي شوية ومن بعد نتلاقاو باش تشوفوا الطريقة باش غادي تشكلو المسمن ديالنا. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر. البنات انا رجعت معكم بعد ما جمعت العجين ديالي ودكته مزيان خاصو يتدلك مزيان مزيان باش المسمن ديالنا كيعطي لنا الطوع وكيخرج لنا زوين ومرق. بالنسبه للعجينه ما كتكونش قاصحه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف يعني كتكون رطبه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا رطبه. انا غادي نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه نغطيها بالفيلم اليمونتير ومن بعد نرجع معكم. ما تخليوهاش تكثر لان فيها داك شويه ديال الخميره غادي تدفع لنا. 5 دقائق كافية باش يعني باش نبداو كنخدمو بها. نخليكم دابا حتى من بعد حتى دوز 5 دقائق ونتلاقى معكم باش نشكلو العجين ونخدموه. صافي البنات هي دازت 15 دقيقة العجينة ديالي هي تحت مزيان. خديت هنايا واحد زليفة هكا درت فيها زيت المائدة وغادي نبدا كنشكل كويرات هكا بسم الله كنشكلو كويرات ميكونوش كبار ميكونوش صغار. انا صراحه كندير المسمن غير صغير الملفات ديالو كبير دير القياس اللي الملفات ديالو. بسم الله ها نتوما تشوفوا العجينه كيف دايره مرخوفه بسم الله دهناها هنا بشويه بسم الله. شوفوا البنات العجينه ها هي مرخوفه حيت دلكات مزيان وخلينا هذاك 15 دقيقه ارتاحت فكتولي عاطيه من الطوع كيسهل علينا اننا نخدمو بها. هانتوما غير صغار كملوا بهذه الطريقه نتوما كيف كتشوفوا هادو هادي باش تكون الكاميرا هادي بقات ليا كبيره شي شويه ما عليهاش. غادي نمشي نجيب الفيلم اليمونتير نغطيهم يرتاحوا واحد 5 دقائق فقط بركة ديك الساعات نخدموهم. البنات من بعد ما ارتاحت العجينة خديت واحد زليفة هكا فيها سميدة رقيقة والخميرة ديال الحلوة الخميرة الحمراء وخلطتهم. خديت هنا 4 ديال الكويرات ديال العجين طلقتهم هكا بشكل طولي وعندي هنايا الزبدة الزبدة النباتية اي نوع متوفر عندكم يعني ماشي مشكل
غادي نبداو تندهنوا المسيبنات هكا بالزبده بشكل طولي، طلقناهم باش يلاه كيرتاحوا. هذه عاوتاني بنفس الطريقه، هانتوما كيف كتشوفوا ما فيها لا طوي لا لوي لا والو، كتطلقوها هكا. ومن بعد عاوتاني هنا هانتوما كيف كتشوفوا ندهنوا بالزبده، وهذه هي ما بيناش في الكاميرا ولكن حتى هي كديرلها الزبده. ديروا كميه مهمه من الزبده باش الملوي ديالنا كيجي هشيش ويجي مورق. اذا من بعد انا ما درت الزبده، غادي ناخذ دابا السميده ودي نبدا كنضيف انتما كيف كتشوفوا فوق داك الزبده باش كتورق ليا العجين. تاني هنا في هادي وفي هادي، هاد العجين هذا وهاد الشريط حتى هو. من بعد اش كنديرو؟ كنبداو كنلويو في العجينة، حنا كنلويو وحنا تنجبدو باش متيجيناش المسمن ديالنا غليظ. انتما كيف كتشوفو هانتوما كيف كتشوفو حنا كنلويو وحنا كنجبدو باش العجينة كتجينا رقيقة مكيجيش المسمن غليظ كتورق. هانتوما هادي هي الكوابرة الأولى، خليوها على الجنب ترتاح. نجيبو هاد الشريط هذا التاني هو غنبداو حتى هو نلويو فيه. بسم الله نتمنى يكون باين لكم هانتوما. عاوتاني نعاودو نجبدو ونلويو هكذا، نعاودو نجبدو ونلويو ونخليوها هنا ترتاح تاني. نجيب لهاد الشريط هذا عاوتاني نجبدو مزيان ونلويو هكذا بهاد الطريقة. نجبدو ونلويو ونخليوها ترتاح بهادو. ندوزو لهادي الاخرى حتى هي غادي نجبدوها مزيان ونبداو كنلويو. نجبدو مزيان وحنايا تنلويو حتى كنساليو. هانتوما نخليوهم يرتاحوا شويه عاد نوقفوهم. نجي ناخذو شاري طخوب ديال العجين نحاولو نطلقوه هكا. العجينه ملي كتكون مرتاحه كتعطينا الطول باش نخدموها بلا ما تقطع علينا ولا تمحلنا. ناخذو كميه ديال الزبده وندهنوها هنا هكذا ونرشو السميده وفوالا. نبداو كنلويو ونجبدو مزيان كيف قلت لكم هكذا. نجبدوه مزيان نخليوها ترتاح. كنرجعو هذه الاولى تكون ارتاحت شي شويه كنشكلوها بهاد الطريقه ونوقفوها هكا هانتوما ونخليوها ترتاح. هنايا ناخذو هذه الثانيه حتى هي نجمعوها هكا نوقفوها بهاد الطريقه ونخليوها هنا حتى هي ترتاح. نقلب الترتيب ناخذو هذه حتى هي نجمعوها بهاد الطريقه فوالا. تاني هادي بالطريقة. كنتمنى ان الفيديو يكون واضح. دابا انا البنات غادي نكمل هاد الحبات اللي باقيين لي
ومن بعد نتلاقاو معكم باش ندوزو الطياب ديالهم. صافي البنات، هنا ساليت كلشي الحبات اللي كانوا عندي، دابا غادي نخليهم حتى هما يرتاحوا واحد الخمسة ديال الدقائق، وندير على ما ندير المقله فوق البوطاط سخن ونبدا كنطيب باول وحده بديت بها، وحنا ماشيين الاولى الثانيه الثالثه. اذا نخليكم معايا على ما ترتاح العجينه ومن بعد ندوزو نطيبوها. هانتوما البنات، من بعد ما سخنات المقله انا درت البسمله، هانتوما شوفوا تسناو عليها واحد شويه، نرشوها بزيت المائدة، بزيت يعني زيت المائدة، ونقلبوها. نتبقى تبقى ديالنا كتنسخ معانا، نعاودو زعما نقلبوها، يبان ليكم. نضيف شوية زيت هنايا ديالي ما محمرش، من بعد غادي نقلبوها نفس التقليدة من جهة أخرى. شوفو الطرف اللي إن شاء الله نقلب من فوق، كما كتشوفوا كيجي صراحة رائع وكيفور، كيجي غزال. نعاود نقلبوها على هاد الجهة اللي مازال ما طيبش مزيان، نحاولو نتكيو عليها. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، صافي هاهي طابت، نحيدوها. هانتوما هادي وحدة أخرى، صافا هاكا حتى هي. يجي مرق غزال، نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ديالي وتردوا لي الخبر في كومونتير. لو تتحمر مزيان البنات، انا غادي نكمل بهاد الطريقه، نكمل هاد الكونتيتي بهاد الطريقه ومن بعد نرجع معكم. البنات انا مازال كنطيب 5 ملي، بغيت غير نوريكم هانتوما كيفاش كيجي. كنفوا كنحيدو، كنجبدو واحد الطبعه هكا في زيت البلديه، كنكبو عليه شويه ديال زيت البلديه، وكنحاولو نغطيو بيدينا بهاد الطريقه ونخليوه. صافي انا غادي نكمل هاد جوج حبات اللي باقيين، نرجع نوريكم الشكل النهائي.